تسع سنين دازت على هذه السيدة، ماشي غير سنوات عجاف، سنوات عذاب وجحيم وقهر، لأنه في الأخير من غير أن ولدها وصل لسن التمدرس وما خدمش، وأنها خسرت الأموال، أنها راه هازة دابا خمسة ولا ستة الأمراض مزمنة بسبب هذا التماطل ديال المحكمة باش تسرع وتحكم في هذا الملف. حنا اللي بغينا نعرفوا هو أننا اليوم كنخاطبوها هو منبر مغربي وكنخاطبوا مؤسسات مغربية، هذا دليل على أننا كفاعلين جمعويين حقوقيين عندنا ثقة في المؤسسات، لأن هاد السيدة لو كنا بغينا نخليو رأي بين قوسين قضيتها رأي عام، قضية رأي عام دولي، راه بإمكاننا نستغلوها. كنعرفوا اللوبي دابا اللي كتحكم غير قيس ليه الأطفال والمرأة ويبدا عليك يجمع عليك بحقوق المرأة وحقوق الطفل. إذا حنا كنخاطبوا مؤسسات وغنبقاو نخاطبوا، لأننا ماشي من الناس اللي كنهزوا ملفات ديال قضايا اجتماعية وأسرية وديال النساء والأطفال أو بعض الأمور أخرى اللي كتقلب عليها الامم والمنظمات وتشدها وتبدا تشهر من المؤسسات. حنا ما كنديروش هادشي لاننا اصلا عندنا ضمير وطني، يعني كنعرفوا بان هذوك المؤسسات غير كتبتز وكتستغل. هذا لا يعني انه المؤسسات ديالنا ثاني تسد ديناتها وتبدا تماطل وتكرفص في الطفل وفي الام ديالو. هنا ما كان حنا قلنا لي ما سيدي طبقوا القانون، حنا ما باغينش داك الحيف والضغط وكذا، لا صحه تاخذها وداك السيدي تا هو سمعته ولا يتشهر بسمعته هكاك هباء منثوره، لا كنطالبوا هاد السيده اللي عندها شي حق تاخذه. كانت السيده كتبلع عليه بلاص شي حاجه بالصحه، ما كتشغلنا وصل ندير لها دي الاولى في 2015 والثانيه في 2022. عباد الله بزاف بزاف بزاف، انا وصلت شي ميسات خايبين، انا بزاف عليا بزاف عليا، وحقا ما بغيتش تخيب. علاش؟ حيت هو ضابط، حيت هو في البوليس، حيت هو في الامن، انا والو، عندي الله والوطن والملك. للاسف راه جوج مرات وهي كطيح، والمره الاخيره انا مشيت معها لمستشفى محمد الخامس وقال لها مره اخرى غتجيك الكريز، عندها القلب وعندها طونسيو، عندها بزاف د الامراض مزمنه، فبالتالي لا داعي حشومه انه المسؤولين حشومه، راه كاين مسؤولين عارفين الملف ديالها، لانه هي راه سكنات في هذه المحكمه، يعني خاص يدخلوا. حنا اللي كنطالبوا مادام دخل نائب وكيل الملك، وعلى ما اظن وكيل الملك شخصيا من بعد الاعتصام الاخير قال له حنا غنبلغوه، يتبلغ بالقوه العموميه، القوانين راه كاينه، بلادنا راه فيها ترسانه قانونيه قويه جدا. انا بالي اللي كنطالبوا بكل موضوعيه وبكل حب وكل احترام وتقدير، النيابه العامه اتبلغوا في اداره رجل الامن، ورجل الامن المفروض انه يمتثل القانون، يعطي القدوه في هو كينفذ القانون، منفذ خصو يعطي ثاني القدوه في تنفيذ القانون ويطبق القانون والاوامر اللي جايه من المؤسسات، ومؤسسه ديال النيابه العامه ماشي شي مؤسسه بسيطه اداريه بسيطه، هذا النيابه العامه راه اللب ديال العداله، اللب ديال المنظومه القضائيه، راه هي اللي كتحاول تسرع تطبيق القانون. وبالله عليك مني ولا رجل قانون ما قادش وكيتهرب والمؤسسه ديالو، وهنا المؤسسه والمسؤول اللي فوقه مباشر، ما كنهضرش على المسؤول على المديريه العامه، المسؤول المباشر كان مني عرف انه رجل امن تحت الاماره ديالو لازم ما يتدخل ويراسل المسؤولين، حتى لا ما كانش كنعرفوا التعقيدات اللي عند المديريه انه كل شيء بتسلسل، راسل المديريه المركز ويقول لهم عندي رجل امن كيتهرب من انه يتبلغ باش يمشي يدير لا دي ان، وهذا راه غيطعن في الصوره ديال مؤسسه الامن، عطيوني امر بانني نعطيه امر باش يمشي يتبلغ. هادشي بامكانهم يديروه، حنا ما غندوش ندخلوا معاهم وكيفاش وكذا، ولكن من المفروض اننا حنا كنحافظوا على صوره المؤسسات وكندافعوا على مؤسسه القضاء وعلى المؤسسات الاداريه كامله ديال الدوله، فلازم حتى هما ما يستجبوا، لاننا انا اليوم ملي غنشوف واحد السيده انها غاده في المسار وفي المساطر وكدير جل الوسائل المتاحه لها قانونيا، وفي الاخير غادر 10 سنين وما غاتاخذش في ملف بسيط جدا، راه بالله عليك راه هاد الناس بعدا اللي مخدماهم هي 10 سنين راه طامه كبرى باش ملف يبقى مخدم موظفين 10 سنين، وبامكانه يتحسم في شهرين ماشي حتى في شهر، في شهرين اسيدي نديرو حنا راه كاين عبء وتراكم في الملفات، لانه السيد غنعيطو اجي عندك هاد السيد ولدك كيقول لي ما كنعرفهاش، مني ما كتعرفهاش سير دير لا دي ان مباشره، وهادشي في مدونات الاسره كاين، لان مدونات الاسره ملي ما كتلقاش اثباتات كديز لا دي ان، هاد السيد عنده اشهاد عنده اعترافات عنده كل شيء عنده لفيف، نفترض هادشي حيدناه، نجي لا دي ان نفرض عليه يدير لا دي ان، بامر كي رجل امن كي مواطن عادي، القوه العموميه تهربتي ما لقيناش عنوانك، هذا راه كاين عنوان وهذا معروف رجل امن هذا. هذا راه كيدخل ويخرج اداره وطنيه مغربيه، ما تقولش لي تعذر على المحكمه انها توصل ليه وتبلغه.
اذا هنا كاين تواطؤ، هنا كاين استهتار بالحياه ديال الطفل اللي بامكانه انه يكون اليوم في المدرسه ومتوازن وعنده با وعنده ورقاته، ها هو اليوم جرجر مع امه قدام المحكمه. حنا المنظومه القضائيه كتراس سيدنا وسيدنا على راسنا، وبالتالي هاد الناس راه كيمثلوا سيدنا، وهاد السيده مواطنه راه من رعايا صاحب الجلاله، فحنا كنخاطبوا بالعقل. حنا الحمد لله من الناس اللي فاعلين ايجابيين، كنثقوا في ان المؤسسات فيها شرفاء، لو كان ما كانوش فيها شرفاء كنا بلادنا اكثر من سوريا. يعني راه كاينين الناس اللي شادين وفيهم العدد وكيشدوا كيخدموا، وكاينين بعض الموظفين هذه في اي بلاصه، ما كاينش شي مجال في اي دوله في العالم. حنا هذوك الناس اللي كيتماطلوا وكيخليوا المسطره ما تطبقش ويمشي ما يتبلغش، هذا رجل الامن اللي منفذ للقانون كنأثر عليها. يعني راه ماشي هنا ملي كنصبح انا كمواطن كنشوف رجل امن وكيتهرب، المواطن العادي اش غيدير؟ راه ما يجيش للدار وهو صعب عليه انه القانون يوحل لك كاع الترسانه القانونيه والمحكمه يعقدها والحقوق تمشي ديال الضحايا. لا، راه مادام كاين فوق التراب الوطني ومعروف وعنده رقم تسلسلي في المهني راه بامكانه يتبلغ. هنا كان ناس السي الحموشي، حنا على ثقه بانه السي الحموشي وحتى المسؤولين اللي تحت السي الحموشي بالنسبه لهم موظف امام صوره المؤسسه راه لا شيء. المؤسسه الامنيه والقضاء صورته وهيبته والقيمه ديالو والثقه اللي خصو يعطيها للمغاربه، راه ما غايجي لا رجل امن باش يزعزعها ويقول انا عندي مارف ولا نفوذ، راه ما يمكنش، ولا حتى وزير ولا حتى رئيس حكومه، لان المؤسسات اكبر من المواطنين ومن المسؤولين ورجال الاعمال والمليارديرات، لانهم الضمانه اننا عندنا بلد مؤسسات. ملي كيولي شخص كيتلاعب بصوره مؤسسه امنيه ومؤسسه قضائيه ويجرجر مواطن، اش غايشفيها الا اعترف؟ يا سيدي الا كانت هذه متبليه عليك ولا كتهمك ولا باغا تبتزك دخلها للحبس. هي كتقول لك انا مستعده الى لقاو شي دليل انني نخلص. انا راه لا تهموني، هذه راه خدات حقها في الحياه، راه غاده كشبعات امراض بسببه، وراه مازال غدير عليه دعوه ديال التعويض على هذه الامراض اللي تسبب بها. وحنا راه ما بغيناش نقول لها دير دعاوي بشي امور اخرى، حنا بغينا تبقى هي وراجلها في النزاع، ما بغيناش تدوز نزاع اخر. ولكن هذا الولد انا اللي كيخليني كنجي وكنقول هذا الكلام بحرقه، راه هو هذا الولد، لان انا ملي كنشوف العشرة اش من عشرات واقول الاف المؤلفه من الناس متشرده، اطفال في الشارع لحوم والدي ومادوك ما عندهمش الكبده، هذه عندها الكبده، هذه خسرت على ولدها الاموال ومخليها مربي ونقي وزوين وكعنده دار وكتوكلوا تشربوا عافيه منه الخيريات، خيريات راه عامرين، وتا دوك الخيريات اللي فيهم كيهربوا واللي فيهم الداخل شبعان، كاين شي حوايج خيريات راه كتعرفوهم. اذا ملي كتلقى ام متمسكه بولدها وباغا تطلع لك ولد متوازن نفسيا مربي متخلق وكابر وعنده نسب وباغا ليه ورقات باش يطلع مواطن صالح، هذه هي اللي المسؤولين خصهم يتحركوا ويطبقوا معها القانون، واخا تكون في مواجهه وزير في رئيس حكومه، لان القانون ما كيعرفش. ياك هو هذا القانون، القانون كنعرفوه العداله، كل شيء جميعا سواسي امام القانون، وهي رجل امن وما بقاتش هي وهي سواسيه علم الله كون كان شي واحد. اذا حنا ما بغيناش نبداو نديروا هذه المقارنات. اليوم خاص النيابه العامه كيف ما وعدوها عطاوها وعد انها راه غيتم التبليغ ديالو في مكان العمل، لانه هو العناوين ديالو مرة مشات، خلصت تخلص المفوض القضائي في الجميع، هي كتكلف حيت هو كتخلص عليه المصاريف ديالو هو، غير وكاين شي واحد اكثر من هكا. حنا راه كنطالبوا هاد السيده ولدها هي راه ما بغات والو، ما طالبه منه حتى حاجه، بغات ورقه ولدها باش حتى هو يخرج هز راسو عندي با، وراه عنده باه، والسيد دخل الدار قرا الفاتحه داير اشهاد بوليسي، على هي كون جيت عندها انا بسيط مواطن ما خدام كنبيع ونشري في الدلاقه نقول لها ندير لك اشهاد، ما عنديش مبرر. هو قال لها راه كنطلع الاجراءات وملف ومزوج وكذا، يعني رانا داير معاك. وحنا كنعرفوا العسكريه والقوات المساعده والامن عندهم هذا الاشكال ديال المساطير ومعقده، يعني اي وحده كتعرف كتيق ماشي. اذا هاد السيد دخل من هاد الباب وانتم عارفين كمؤسسه رجالكم كيمشيو في هاد الشيء كيديروا كيتزوجوا كيتعطلوا شويه في المساطير. اذا راه هنا نفذ القانون، رجل الامن بحاله بحال اي مواطن مغربي. واليوم الا كانوا رجال الامن عندهم اسر وليدات وكيقرا وليداتهم مزيان، اذا راه هاد السيده راه باغا تكبر وليداتها، انت يا تمشي تعيش ومستقر وهي تخليها. اخر ما يمكن نقوله هو اننا الحمد لله لا الوكيل العام ديال المحكمه ولا النواب ديالو ولا اللي شادين الملف ديالها الهيئه القضائيه، اولا كاين قضاء رباني راه غنطلعوا ليه وغنهبطوا ليه، راه غنهبطوا وغنطلعوا، يعني راه ما في لحظه تهبط وتطلع عنده، وديك الساعه ما غينفعك لا علان ولا فلان ولا عرتلان. اليوم نتمنوا من هاد الناس راه فيهم شرفاء، ولولا انه كاين شرفاء ما كنتش غنجي نوقف، انا كان عندي ياس واحباط وعارف كل شيء في المنظومه فاسده، ما غنجيش نوقف، مال انا حمق عندي قرون نوجه الخطاب للفساد كامل، ولكن راه كاينين الشرفاء، كاين بعض الناس اللي كيلعبوا
بالذمه، وراه ملي كتمشي للمجلس الاعلى للقضاء وكتلقى تاديبات وعقوبات وتوبيخ وكاينه كاع حيدوا ليه عزلوه، هذا يعني انه راه كاين عندهم ناس اللي كيأدبوهم، عندهم ناس كيخرقوا القانون، كيديروا شي امور رشوه فساد تلاعب بالقانون، يعني راه كاين حتى ما كينقيو، وحتى حنايا راه عندنا ناس دوك اللي كينقيو راه شرافه، كون ما كانوش ينقيو كون راه شد هو معاه ومشى، حنا هذوك هما اللي كنوجهوا لهم خطاب عارفينهم باقي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.